عسلامة، مرحبا بكم ناس كل في فيديو جديد. اليوم الفيديو متاعنا باش نحكيو فيه على كونفيج من عند اكسبير جيمنج. الكونفيج هذه بيرسونال مو انا عجبتني على الاخر، فيها رايزن سان 3600 16 جيجا دو رام والكارت جرافيك جي تي اكس 1660 سوبر. الكونفيج هذه خاصة بالجيمنج والستريمينج زوز مع بعض، مرتاح على الاخر، تلعب كل شيء على الالترا، تستريمي وما فما حتى مشكل، وفي الايديتنج طيارة على الاخر. اليوم امتون باش نعملوا دورة على البوتيك في الباج فيسبوك ونشوفوا ايش عندهم متوفرين دي اكسسوار اي دي كومبوزات. ما طولش عليكم اكثر، يلا نشوفوا من بعض. الو، ندخلوا الباج اكسبير جيمنج، نابطوا لوطا وين الكونفيج موجوده. فوالا، هذه الكونفيج اللي باش نحكي عليها تو. البواتي بتاع الكونفيج هذه كولر ماستر تي دي 500 ميش بلاك، الكارت جرافيك بالي جي تي اكس 1660 سوبر 6 جيجا، البروسيسور لي ام دي رايزن 5 3600 ويك ستيل، البارت ميموار تيم جروب دلتا ار جي بي 2 فوا 8 جيجا دي دي ار 4 بريكور تاع 3200 ميجا هرتز، دونك دو بارت ميموار كل واحده 8 جيجا. الفونتيلاتور تاع البروسيسور فونتاير ارتيك 3 اكس، الكارت مير ام اس اي بي 450 ام بازوكا ماكس واي فاي، الديسك دير انترن اس اس دي تيم جروب جي اكس ا 2.5 240 جيجا، لاليمونتاسيون على الدراجون RGPS 500 واط سيرتيفي برونز. البريم تاع الكونفيغ هذي 3099. دونك لادريس تاع البوتيك المنزه 6 جالوري لو كوليزي 8 بوتيك ادروات اون فاس دو كلينيك الفارابي. دونك يعملوا زاده بوسيبيليتي فما بوسيبيليتي يعني في دوليفريزون ا دوميسيل. دونك اللي يحب يعدي كوموند على الكونفيغ هذي بالذات يل سوفي يكليك لهنا يعمل كومونتير ورا نحب على الكونفيغ هذي كيفاش نعمل بالضبط. سينو تيليشارجي ليماج هذي ابعثها في ميساج بريفي على الباج. حل اخر تتصل بالنمبر وهذا تقول لهم راني حاجتي بالكونفيك كذا كذا وابعثوها لي، راني نسكن في البلاصه الفلانيه، هما يتكفلوا بالباقي. دونك باش نحكي شويه على الكونفيك هذه. الكونفيك هذه بالذات عالميه في الجيمنج. كيفاش عالميه في الجيمنج؟ تلعبكم لي جو اللي تحب عليهم الكل على الترا سيتينغز وجاوكم به في الستريم. ساعدكم على الاخر بروسيسور سيسكو 12 ثريدز اللي هو رايزن سام 3600. الميموار كاش نتاعو كبيره، دونك في الملتي تاسك ما تقلق الجمله تلعب كل شيء على الترا تستريمي وميم طون تحب تكون نكتي زاده معاه ما يقلق الجمله. بالنسبه للايديتنج طياره زاده كما قلت، ميموار كاش كبيره دونك تساعدكم في الايديتنج. بروسيسور كاسح كاسح اللي بالضبط، دونك من احسن البروسيسور في الفئه الاقتصاديه. بالنسبه للستريم عالمي، دونك 16 جيجا دو رام زاد تساعدكم على الاخر في الستريم. علاش؟ خاطر تو اغلب لي جو اللي خارجين تو يطلب عليك مينيموم 8 جيجا دو رام. دونك برشا يجوني في ميساج يقول لي خويا نحب ناخذ البي سي هذا يساعدني زعما في الستريم، تلقى مثلا فيه ار تي اكس 2060 والاي 7 ديزيام جينيراسيون، دونك 8 جيجا دو رام هكا. يقول لي علاش تو سمو 5 ملايين وما نجمش نستريمي علاش؟ دونك اقل لي جو تو اللي خارجين يطلب منك 8 جيجا دو رام اقل شيء. شوف انت السيستم قداش هيك باش تستريم، يشوف لو بي اس قداش هيك ولي زابليكاسيون الاخرين. دونك لازمك 6 جيجا دو رام اقل شيء باش تستريمي ومعناها ترتاح من اللاج وفي الجو هذاك الكل كي ترتاح منه جمله. دونك الكونفيغ هذيا بارفيت للجيمنج والستريمينغ. دونك باش نعطيك افريج اف بي اس في 1080 بي الترا سيتينغز. نبداو بالكول اوف ديوتي مودرن وورفور 106 اف بي اس، باتل فيلد 5 87 اف بي اس، ريد ديد ريدمشن 2 43 اف بي اس، سي اس جو 238 اف بي اس، باب جي 103 اف بي اس، فورتنايت باتل رويال 98 اف بي اس، ابيكس ليجندز 106 اف بي اس، لول 199 اف بي اس، اساسن كريد اوديسي 54 اف بي اس، فار كراي 5 84 اف بي اس، جي تي اي 5 90 اف بي اس، ذا ويتشر 3 50 اف بي اس، واخر جو اللي هي شادو اوف ذا تامب ريدر 62 اف بي اس. دونك كونفي كيما قلت لكم بارفي على الاخر بالنسبه للجيمنج والستريمينغ. دونك اللي ياخذها ياخو عيني مغمضه. واكثر حاجه شفت عليها انا في الكونفيغ هذيا البواتي، البواتي هذيا طياره على الاخر. دونك نعملوا دوره تو في البوتيك اللي عندهم في الباج فيسبوك، نلقاو دي كونفيغ زاده مزيانين على الاخر في الرايزن 7600 اف جي تي اكس 1650 8 جيجا دو رام، ام اس اي 320 فاس و 2 ملايين 49. دونك عندهم نفس الكونفيغ بريسك لهنا، رايزن 7600 ام اس اي 450 بازوكا، الجي تي اكس 1660 سوبر 6 جيجا دو رام، رايزن 7600 اف الجي تي اكس 1050 تي اي، دونك 8 جيجا دو رام. اسوام لهنا نورمالمون
حسب البي جي اللي عندكم تلقاو دي كونفيك تاعتكم على الاخر. فما في الانتيل زاده في الاي 5 ديزيام جينيراسيون ام اس اي جي تي اكس 1660 سوبر 16 جيجا دو رام وبي 460 ام ابرو دونك زوز ملايين 899 زاده حتى الكونفيك هذه طياره على الاخر في الجيمنج وحتى ستريمينج زاده مزيانه. دونك ليكرون لهنا ام اس اي ان كيرفي اوبتيكس 27 بوس فول اتش دي 175 هرتز طون دي ريبونس تاعها ملي سكوند 729 دينار. عندنا لهنا الكلافي ميكانيك ريد دراجون ميترا ك 550 تايا ار جي بي 159 دينار ديجا عملت عليه جيف واي هذيا وقت سكرت ال 2000 في الشين تاعي. هذه الكلافي اللي عندي انا كلافي ميكانيك ريد دراجون ماجيك وان ك 587 ار جي بي كلافي ميكانيك طاير على الاخر 169 دينار. عنا الكرون ريد دراجون معشوقة الجماهير كما قولنا دونك 589 دينار 144 هرتز اميلي سكوند ساوند ريبونس بتاعها 24 كوس انتل في جي بي. كلافير ميكانيك ريد دراجون ميترا ريد ليد ك 551 بلو سويتش دونك 109000 ارخص كلافير ميكانيك في الريد دراجون نورمالمون. عنا لهنا كلافي ميكانيك ريد دراجون فاتا ك 580 ار جي بي 189 دينار. عنا كلافي ميكانيك ريد دراجون دراكونيك 199 دينار. عنا الباك ام اس اي فيغور جي كا 30 كومبو 139 دينار. عنا الويب كام ريد دراجون ابيكس اللي هي عندي انا تو قاعد نصور بها وتو تشوفوا في كاليتي ملوطة 199 دينار معها التريبي دونك وين تحبوا تحطوها في البيرو في اي بلاصه معناها ترتاحوا فيها وتشوفوا اللي اللونج هذيك مزيانه في التصوير دونك يساعدكم التريبي على الاخر. عنا الكلافي سيمي ميكانيك ريد دراجون سنتاور ك 506 49 دينار. عنا كاس جيمنج ام اس اي اميرس جي هاش 30 في 2 129 دينار. عنا الكاس جيمنج ريد دراجون هاش 510 زيوس دو USB 7.1 هي نفس الكاسك اللي عندي 169 دينار دونك كاسك طيارة على الاخر. عنا لهنا كاس جيمنج ريد دراجون هاش 300A سيرين دو USB 7.1 معاها السيبور متاعها جراتوي دونك بريسك البوتيك الوحيد اللي بيع سيبور جراتوي هو اكسبير جيمنج دونك سوم توتال 109000. عنا الباك 4A ريد دراجون اس 100A BA 2 119 دينار باك كامل فيها كلافي سوري وتابي وكاسك. عنا الويب كام هذيا الهيتمان ريد دراجون 169 دينار فول اتش دي 30 اف بي اس تصور جو باهي. دونك الكلافي اللي بعدها كلافي ريد دراجون كومارا دونك كلافي ميكانيك 149 دينار طيارة على الاخر الكلافي هذيا زادة مشكورة. الكلافي ميكانيك ايبر اكس دونك 349 دينار من اعز الكلافي اللي تنجم تكسبهم هي الكلافي هذي وزاد كيف كيف الكلافي ميكانيك في الوايت شارك زاد مشكورين على الاخر. فما في الرايزر من احسن اللي ماخ. عنا لهنا سوري ريد دراجون ستور ميليت ام 988 وايت 119 دينار. عنا لهنا سوري ريد دراجون كوبرا ام 711 الاخت اللي عندي 69 دينار انا عندي في النوار نورمالمون 59 دينار دونك الوايت زاد 10000. عنا الويب كام ريد دراجون فوبوس 129 دينار هاش دي 30 اف بي اس. دونك عندنا السوري اللي بعدها ريد دراجون ستور ام 808 بلاك اديشن دونك 89 دينار. سوري كولر ماستر ام ام 711 وايت اديشن 159 دينار. عندنا سوري ريد دراجون ام 719 انفادر 79 دينار. عندنا كلافي هايبر اكس الو اوريجينز ار جي بي 399 دينار. سوري ريد دراجون بريداتور ام 612 ار جي بي 49 دينار. سوري ريد دراجون نيماليول نيميانيول 2 ام 602 دونك 7200 دي بي ار سوري ريد 39 دينار. عن دونك برشا اكسسوارات لهنا و بريسك نكملو. سوري ريد دراجون ستورم إليت ام 988 119 دينار. سوري ريد دراجون ستورم ام 718 69 دينار. سوري كولر ماستر ام ام 711 بلاك اديشن 159 دينار. سوري ريد دراجون ام 800 سنايبر 69 دينار. كاسك ريد دراجون هاش 510 في الوايت اديشن USB 7.1 179 دينار دونك زيد 10000 على البلاك اديشن. سوري ريد دراجون ام 600 ا 29 دينار.
عندنا الكونفيج هذه الرايزن 5 ال 1600 اف ازي ستاف جيمنج جي تي اكس 1650 سوبر، دونك فيها الكارت جرافيك جي تي اكس 1650 سوبر، زوز ملايين و449، دونك 16 جيجا دو رام جو هذايا. تو نمشيو للفونتيلاتور تاع البواتي. عندنا كل الماستر لهنا 229 دينار 3 فان، عندنا الفان لهنا ماستر فان 69 دينار، فونتيلاتور بواتي كولر ماستر سيك لي فلو دونك 39 دينار، فونتيلاتور بواتي كولر ماستر ام اف 120 49 دينار. دونك هذا البوتيك اللي موجود لهنا في الباج اكسبير جيمنج، وين تلقاه بالضبط؟ دونك تدخل اول باج تهبط لك شويه لهنا تلقى البوتيك، تعمل فوارتو وتختار اللي حاجتك بيه. دونك انا الفيديو هذا خاص بالكونفيج اللي حكيت لكم عليها في الفيديو هذا، وعطيتكم لافريج اف بي اس في كل فيديو وفي كل جو. دونك هذه الكونفيك طايره على الاخر بالرسمي. دونك كيما قلت لكم باش تعدي الكوموند عليها جوست تشارجي ليماج ابعثها لهنا في ميساج، سينو اتصلوا بهم ولا اعمل كومنت. دونك كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، بارتاجوا الفيديو مع اصحابكم، اعملوا سبسكرايب على الشير. برشا مفاجئات تستنى فيكم في 10000 ابوني. دونك الناس كل ماذا بيا تو تمشي تبارتاجي الشين نتاعي على البروفيل نتاعها ولا على ستوري في الانستغرام. خليني نخرج لكم الاربع جيف ويز، راني قلقت منهم قاعدين في الدار اوكي، نحب نخرجهم باش نجيب جيف ويز جدد. دونك الاربع جيف ويز ماذا بيا يخرجوا من تو، وصلوني ل 10000 ابوني وباش تربح كل واحد جيف واي. دونك اربعه من الناس كل واحد باش يربح جيف واي. يلا ناس كل تعمل سبسكرايب على الشين، بارتاجيو الشين نتاعي على بروفيلاتكم في الانستغرام على الفيسبوك، على اللي عنده باز يهبط، اللي عنده جروب يهبط. دونك نعاونوا بعض الناس الكل ونشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام وشهية طيبة.